السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، في هذا الدرس إن شاء الله سنقوم بعمل تدريبات عملية على الأري المصفوفات. التدريب العملي اللي هنقوم به إن شاء الله اللي هو بكتابة برنامج شامل ليوضح المفاهيم اللي درسناها في الدرس السابق. والخطوات التي سنتبعها هنا اللي هي عبارة عن تعريف مصفوفة فارغة من نوع انتجار تحتوي خمس عناصر. نقوم بإعطاء القيم للخمس عناصر هذه طبعا بالطريقة التقليدية، نعمل ديكلير للأري ونعملها initialize بالطريقة اللي استخدمنا فيها دوران الفور لوب، كيف نطبع العناصر هذه وكيف ندخلهم من خلال السكانر. فلنبدأ على بركة الله. أول شيء بنشغل النت بينز. النت بينز هو عبارة عن بيئة Integrated Development Environment، من خلالها بتقدر تكتب كود لأكثر من لغة برمجة زي بي اتش بي، سي، سي بلس بلس، اندرويد، بتقدر يعني تكتب فيها برضو جافا. لاحظوا انه انا عندي باكج هنا ممكن انا احذفها ديليت عشان نبدا مع بعض. فابدا فايل نيو بروجكت، البروجكت ببدا جافا وذ اند جافا ابلكيشن نيكست، اسميها البروجكت نيم داتا ستراكشر ارابيك CST student. تمام. طبعا create من class انا ممكن انا احذفها هذه، هذا هو اعمل من class لكن الكلاس هذا خاص ابو، ممكن انا احذفه هذا اعمله delete ويصير عندي انا safety delete refactor. هيك احنا حذفنا المين class وحطينا new java class. java class سميناه ايه؟ array 1d. هاي array 1d بالشكل هذا جوا data structure arabic ل CST student. نرتب الكود بتاعنا ونبدا على بركه الله نكتب الاكواد بشكل مرتب وصحيح. طبعا احنا ممكن هنا نكبر الحجم الخط fonts all language white كذا كله، لا برضو هنا الإديتور formatting general نكبر حجم الخط بس. كود بلوك جنرال انتر تو فايند نيكست. طبعا مش موجود عندنا الفونت اند كلر هذه، ما فيش فيها، احنا مفروض في الاديتور. ما علينا اذا كان مش واضح بنعاون نعدل عليه. طيب اول شيء بده يكون عندي مين كلاس، بكتب كلمه مين بحط كنترول سبيس بكملها لحاله. تمام، جوا المين كلاس طبعا هذا الاستراكشر تبعت، شايفين كيف الاستراكشر هذا اللي هو الكلاس تبعنا، جواه في ايه المين، جوا المين بحط انتجر اي ايش معنى الكلام هذا؟ انه صار عندي عرف مصفوفه اسمها اي بتتكون من خمس عناصر. خمس عناصر مين؟ خمس عناصر من نوع انتجر. طبعا ممكن انت تعمل عدة طرق في هذا، ممكن انت تعمل بالشكل هذا، تقول انتجر اي بالشكل هذا وبعد هيك ايش تقول انتجر اي بالساوي تحدد نوع الداتا تايب بتاعها انتجر قديش طولها اللينكس، وممكن تعمل ايش انتجر اي نفتح قوسين بالساوي النيو انت الخمسة وبالساوي افتح جزء كده واحد او عشرة
فاصلة، 20، 30، 40، 50. طبعا هنا بطلع لك ايرور لانه هذه ايه نفس الايه، ما بينفعش نسمي من نفس المتغير. ممكن هنا نقول سي بي اي بالشكل هذا. طبعا كل واحده بتختلف عن الثانيه في طريقه التعامل معها. احنا خلينا ايش نرجع لمين، لنفس المصفوفه اللي احنا شغالين عليها. طبعا احنا بنحط هذا كومنت ما بلزمناش الكلام هذا. فصار عندي انا انتجر زي ما انت شايف مصفوفه انتجر بالشكل هذا. ممكن انا ابدا اقول اي صفر بيساوي قيمه، ادي له قيمه ايش ادي له قيمه؟ ادي له قيمه 10، واي الواحد بيساوي 20، واي الاثنين بيساوي 30، واي الثلاثه بيساوي 40، وايه الاربعه بيساوي 50. طبعا هذه طول الاري تبعتنا، هي عنصر 2 3 4 5، هي خمس عناصر. لو انت حطيت كمان عنصر غلط، لكن انت ممكن تستخدم اقل من هيك، يعني ممكن تستخدم عنصر واحد وممكن تستخدم كل العناصر اللي موجوده. عشان نطبع العناصر هذه كنا نقول ايش؟ سي اوت، نكتب زي كده بنحط كنترول سبيس ورا بعض، نقول سيستم اوت دوت برنتلين. ايش اقول له هنا؟ ممكن نقول له value of index، index مين؟ صفر، زائد ايش بنقول له هنا؟ ايه صفر، بقول له الفاليو بتاعتها. تمام، لو احنا عملنا رن الكلام هذا، اذا المفروض طلع لي القيمه يروح لي على ايه صفر، ايش في قلبها؟ 10. ايش طبع لي هنا؟ 10، اندكس للصفر 10. طبعا انا نقول ايه؟ ايه الصفر بالشكل هذا. نعمل رن له كمان مره، ايه الصفر بيساوي 10. تمام، اذا هذا طبع اول عنصر، وهكذا بنروح بنطبع باقي العناصر. طب هل هذه طريقه يعني مجديه ان كل مره انا اطبع او اعدل هنا؟ بقول لك لا، انا ممكن استخدم فور لوب، فور طلع على طول حطها فور انتجر اي بيساوي صفر، واي اقل من ايش؟ اي دوت لينث، هذه اللي هو طولها اقل، وهذا هي نفسها خمسه، واي زائد زائد حط لي بيجن واند. هذه انا ما بتلزمنيش، وهذا بدي احط الكلام هذا جوا البلوك تبع مين؟ تبع الفور لوب بالشكل هذا. يعني بصير البلوك عندي هيك، وهذا بتطلع فوق كده، وهي بلوك. هذا بسموه البادي تبع ليه؟ الفور. في البيجن انت لو انا كررته ايش حيطبع لك هنا؟ كلهم حيطبع لي 10 10 كم مره؟ خمس مرات. تمام؟ هاي مره، هاي مرتين، هاي ثلاثه، اربعه، خمسه. فانا المفروض هذا يتغير بقيمه مين؟ بقيمه الاي. فهيك حيطبع لي القيم اللي موجوده هنا، لكن هذا مش حيتغير. فانا المفروض ان اعمل هنا افصل هذه مع هذه، واحط زائد هنا لكونكاتينيشن، واقول له هنا طبعا هنا هنا كونكاتينيشن، وهنا ايه زائد، وهنا في كمان كونكاتينيشن، وهنا حنحط قيمة ايه الاي. فبيقول لي هنا طلع هذه القيمة زائد وزائد بعد الاي، هيك حيطبع لي اياها كل هيتها زي ما هي. هذه ما بنحتاجش الى زائد، وهذا ما بنحتاجش الى كمان زائد كله. تمام، هيك حيطبع لي قيمه الايه الاي جوا القوسين هدول. لو احنا شغلنا طلع معي ايش بقول هنا؟ بقول لك ايه الصفر فيها 10، ايه الواحد فيها 20، ايه الاثنين فيها 30، ايه الثلاثه فيها 40، ايه الاربعه فيها 50. طيب هيك احنا وفرنا على حالنا ان نكتب الكود
تبع البرنت اكثر من مره. طب في حاجه ثانيه بقول لك انت بدل ما يعني تعملهم زي كده ممكن انت تقراهم من الكيبورد. ايش قلنا بنعمل؟ امبورت لمين؟ يلا امبورت لسكانر، امبورت جافا دوت utilities دوت سكانر بالشكل هذا تمام. وايش بنقول هنا سكانر؟ بنعرف ان عندنا input بيساوي new سكانر لمين؟ للسيستم طيب هنا طبعا هذه بصير تاخذ ايش؟ انبوت دوت نيكست طلع نيكست ايش؟ نيكست كاركتر نيكست انتجر احنا هناخذهم كلهم ايش؟ انتجر. اذا في الاي اي بياخذ سيستم دوت انبوت وهذا حنكررها لمين؟ للثانيه وللثالثه والرابعة والخامسة بالشكل هيك بصير هو يقرأهم واحدة واحدة. طبعا أنا في فاصلة زيادة بالشكل لو عملنا رن للكلام هذا وبعلق هنا فنرجع نكمل. فاحنا عندنا هنا الـ A 5 عناصر. العنصر الاول بنحطه في A 0 عملنا input.next integer قلنا next هذه طبعا كملناها للثاني بالشكل هذا. ممكن احنا نكتب جملة طباعة نحط سيو ونقول له ايه بليز انتر انتر values of a array يعني ارجوك تقول ايه قيم الفاليوز and press انتر. لو شغلنا الكلام هذا طبعا يجينا هنا يقول لك 10 20 30 40 50. انا بطبع لك اياهم 10 20 30 40 50 مره واحد. طبعا احنا بدل ما احنا كل مره يطبع زي هيك بدنا نقول له دخل القيمه هذه فور لوب. فاحنا بنروح بنعمل ايه فور كنترول سبيس فور لوب لمين؟ طلع انا اخترت ان انا بتاخذ فور لوب اندكس 0 اندكس اقل من اري ان هي اري اللي هو عندك الاري اللي موجوده عندي. فهو بروح بياخذها باي ديفولت اسم الاري اللي موجوده عندي. كل مره ايش بدي اقول له انتر ذا فاليو وحاخذ هذه واغير على القيم اللي موجوده عندي. In this enter value of index نبداهم واحده واحده. انو index نفتح قوس زائد الاي زائد تذكره القوس هذه برضو كوتيشن هيك index الاي بالشكل هذا ونحط نقطتين هنا. نقطتين جوا هذه بالشكل هذه جملة الطباعة. لما نجي نقرأهم الاي هذه حتنشال الزيرو ونحط الاي بدالها عشان يبدا عنصر عنصر على الخمس عناصر. وهيك بكون هو قرأ المصفوفة بشكل اسرع إنه
وشكل أوضح زي ما أنت شايف. نرتب الكود فهذا البادي بتاعها بالشكل هذا، هذا بتقرأ المصفوف وهذا إيه بتطبع على أصل المصفوف. نشغل البرنامج، حط 0 10، حط 1 20، حط 2 30، حط 3 40، حط 4 50، في الاخر ايش بقول لك طبع لك اياه. طبعا انت هنا يعني ممكن تحط اي شكل انك تفصل العناصر عن بعض. هذه بالنسبة لمين؟ لقراءة المصفوفة وكيف نتعامل معها بشكل سلس جدا. طيب الآن ننتقل لبرنامج تاني. البرنامج اللي بدنا نعمله الآن، هذا نخزنه كده، بدنا نعمل برنامج مطلوب من الطلاب يعملوا برنامج يجمع عناصر المصفوفة، يجمع عناصر المصفوفة من ثم نجيب أعلى عنصر في المصفوفة. يعني كيف نجمع عناصرها؟ نجيب أعلى عنصر، نجيب أقل عنصر بالشكل هذا. هذا وعلى بركة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.